بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، الحقيقة أنا أمامي مشهد يصعب علي أن يمر بلا أن أذكر قدره. أنتم أمامي الآن تحت شمس حارقة وهواء بارد، ومع ذلك هذا الإصرار في الجلوس والانتظار والحضور والاستماع، أقول أن ذلك تاج على رأسي كنقيب للمحامين. وإنه هذا المشهد لا يقل في نظري، لا يقل في نظري عن مشهد 15 يناير 2019، مشهد يوم الكرامة اللي محامين مصر دون أن أستطيع حصرا لأي نقابة أو أي جهة في الحضور، قد جاءت منذ الصباح الباكر، بل منذ الفجر، بل منذ منتصف الليل في شتاء. لم يكن يوم أجازة ولا جمعة ولا خميس، كان في منتصف الأسبوع. محامين أنا شفتها لأول مرة في حياتي أشوفها، شفتها في قاعة المحكمة أو في بهو المحكمة، جاءوا ليعلنوا أنهم أتوا ليدافعوا عن أنفسهم، ليدافعوا عن أنفسهم. لم تكن المعركة معركة قضائية ولا جنح فيها حكم، ولم يكن علي إلا المواجهة. نصحني الكثير من نفذ الحكم لأطراف الدعوة دي ونخلص علشان نتفادى السنتين أو ثلاث سنين حبس، ونصحني آخرون ولماذا تتصدر أنت المشهد ليصدر عليك حكما قضائيا بالحبس أو غيره. وقال ثالث لا تذهب للمرافعة، فأنت أمام محكمة جنح مستأنف، سيب هيئة الدفاع تترافع عنك أو اختار. الحقيقة أنا فكرت واكتشفت أنه من غير اللائق بنقيب المحامين أن يفر من مصير المحامين، ولا يجوز لي كنقيب توليت هذه المسؤولية وهذه الثقة من محامين مصر أن أهرب في أقدس معركة أنا خطها لصالح المحاماة ولصالح الوطن. فكان قراري بأن أنا هروح أترافع أيًا ما كانت النتيجة. مرافعة ليس فيها تنازل وليس فيها تراجع وليس فيها طلبًا باستعمال الرأفة. إما أن ننتصر للمحاماة، وإما فليذهب سامح عاشور للجحيم. أنا اخترت الانتصار للنقابة والانتصار للمحامين في قضية باعنا فيها كثير من المحامين، باعوا نقابتهم وباعوا شرفهم المهني وباعوا المحاماة التي انتسبوا إليها وقاتلوا من أجل إدخال هؤلاء نقابة المحامين. اللي انتصر مش مرافعة سامح عاشور ولا ما قدم من مذكرات للدفاع، وإنما الذي انتصر هو حضور المحامين للمعركة. كان ميدان المعركة هو الحضور ده اللي استصدرنا بيه الحكم اللي خرجت بيه نقابة المحامين من المأزق القضائي اللي أريد أن نقحم فيه. بذات المعايير كانت نقابة المحامين بتمر في مرحلة عصيبة، في مأزق موجود بيقول أن موارد نقابة المحامين الكثيرة لم تعد تفي باحتياجات المحامين. ولعلكم كنتم تذكرون في 2010 و11 و12 أن هناك كثير من التعاقدات الطبية مع المستشفيات ألغيت،
لأن إحنا كنقابة عجزنا عن سداد المستحقات لصالح هذه الجهات، وكانت المستشفيات بتغلق أبوابها في وجه المحامين. تذكروا ذلك، كانت نقابة المحامين فيها في 2008 كان في حوالي 100 مليون احتياطي، 100 مليون 120 مليون جنيه. في 11 في 12 ما كانش في احتياطي، كنا في مأزق غير قابل للمرور إلا بالمواجهة، وكانت المواجهة بمعركة الاشتغال. القضية بمنتهى البساطة كما قررت في كل مكان، أصحاب هذه النقابة هم المحامون المشتغلون دون سواه. ليه؟ ليه؟ مش كلام، مش كلام. أنت المحامي المشتغل اللي بتدفع موارد نقابة المحامين جميعها، دمغة المحاماة، أتعاب المحاماة، رسوم التصديق على العقود، دي مدخلات نقابة المحامين. يبقى لما نيجي نوزع هذه المدخلات لازم نوزعها على اللي أدخلها، ما ينفعش نوزعها على من يريد أن يقتسم معكم هذه الموارد دون أن يساهم في مليم واحد. المعركة كان جدول نقابة المحامين فيه حوالي 480 ألف بطاقة في سنة 2015-16 بطاقة عضوية، بس ما كانوش كلهم مشتغلين، كلهم بياخدوا من رصيد المحامين. لما نيجي نحسب علشان تعرفوا ان احنا كنا صح وفي معركة صحيحة، انه دخل نقابة المحامين لم يتغير. لما كان عددنا للمحامين اللي معاها كرنيهات 450 او 480 الف، هو ذاته الدخل اللي ثابت ب 150 الف محامي بعد تنقية. ده معناه ايه؟ معناه انه اللي بيدخل موارد نقابة المحامين ال 150 الف دول بس اللي باقيين دول اللي احنا استبعدناهم من استحقاقات نقابة المحامين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقتسموا معكم هذه الموارد، وبيقتسموا ويشاركوكم في مدخولاتكم. بالضبط شركة كل منا سهم بسهم دفع. يجي طرف اخر يقول انا هاخد ارباح في الشركة وما هواش مساهم فيها، ما دفعش نصيبه في الشركة، ما دفعش نصيبه في الإيراد، يطالب ازاي بأرباح؟ يطالب ازاي بإيراد؟ ازاي؟ غير مستحق هذا الأمر. خدنا هذه المعركة وقلنا دي معركة حياة أو موت، إما أن تبقى نقابة المحامين وإما أن يخرج هؤلاء ولا بديل إلا الانتصار. مفيش بديل تاني، مش هنسلم نقابة المحامين، مش هنبيع نقابة المحامين حتى ولو كان لنا مصلحة انتخابية في بقاء هذه العناصر في جداول نقابة المحامين. كان في ثلاجات انتخابية، ثلاجات لأصوات تحمل كرنيهات تستخدم عند الانتخاب، كنا بنشوف يوم الانتخابات وجوه لم نكن نراها في غرف المحامين ولا في المحاكم ولا في النيابات. كانوا فقط عند مشهد التصويت. دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيسددوا الثمن الحقيقي للتواطؤ معهم على نقابة المحامين. علشان كده لما جينا ناخد هذا القرار عرفنا مين بيعدينا، مين بيتحدى إرادة المحامين المشتغلين في الحفاظ على جداولها، مين اللي عايز نقابة المحامين تبقى مفتوحة، تبقى نقابة مفتوحة زي التعليم المفتوح كده، أي حد يدخل وأي حد يخرج وأي حد ياخد من استحقاقاتها. كانت معركة شرسة، معركة كان فيها نقابيين ساهموا أو حاولوا أن يساهموا بالتواطؤ مع هؤلاء على نقابة المحامين. كان بيجينا شهادات من بعض النقابات ومن بعض النقابيين بتشهد لغير المشتغلين إن هم مشتغلين، وكانت الشهادات دي على بياض، موقعة على بياض، بأختام على بياض، بتقول نشهد نحن نقيب النقابة كذا باسم مفتوح على بعض من غير بيان
انه مشتغل وانه كان بيعمل بالمحاماه السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. ايه ده؟ ايه التجاره دي؟ ايه التفريط ده؟ لماذا الى هذا الحد هانت علينا نقابه المحامين؟ قلنا لا يمكن نترك هذه المعركه. واستمرينا في التنقيح وتعرضنا لمشكلات كثيره. هو احنا بس تعرضنا لاحكام ومحاكم؟ ده احنا تعرضنا لجمعيه لسحب الثقه. هو انتوا نسيتوا انه كان في دعوه لجمعيه عموميه لسحب الثقه من نقيب المحامين؟ كان في وفشلت، فشلت. وجدد المحامين الثقه في نقيب المحامين وفي مجلس نقابه المحامين وانتصروا لاراده التنقيح. دخلوا على المعركه القضائيه ولعبوا باستخدام الادوات القضائيه علشان يدمرونا. اول حكم صدر ضد نقابه المحامين في التنقيه كان حكم صدر لصالح ابن رئيس الدائره ولصالح زوجه عضو اليمين في الدائره. اللي الابن كان مش مسدد من 15 ولا من 14 وما عندوش ادله اشتغال، وزوج عضو اليمين اللي كتب الحكم زوجته برضه مش مسدده من 15، فيصدر حكم قضائي مخالف لاحكام القانون اللي بتمنع القاضي من انه يتصدى للحكم في دعوى له ما فيها مصلحه هو او زوجه او اولاده. مش ده قانون المرافعات؟ يقع باطلا، ده القانون يقع باطلا عمل القاضي اذا تداخل او اصدر حكما لاحد اهله وذويه مصلحه ومع ذلك اصدر الحكم. عارفين اصدر الحكم بايه؟ قالوا لا، اي حد يدفع الاشتراك سواء مسافر او عيان او بره او جوه او بيشتغل حتى حد في وظيفه تانية من حقه يتعالج على حساب النقابه، ومن حقه ياخد معاش على حساب نقابه المحامين. ينفع نفرط في نقابه المحامين؟ ينفع نسلم اموال نقابه المحامين للي قاعدين في بيوتهم، للي قاعدين في الخارج، للي ما بيشتغلوش بالمحاماه؟ ليه نفرط؟ مش هنفرط. ده اللي احنا عملناه وده اللي احنا قاومناه. خدنا معركه وما زلنا احنا عارفين دعوه مخاصمه، مش هنسيب اصحاب هذا الحكم اللي جاروا على نقابه المحامين ودخلوا في جح اسد او عرين الاسد وهي نقابه المحامين علشان يدمروها من الداخل. الاسد اللي جواكم مش هيسيب حد، مش هيسيب حد ينال من نقابه المحامين ولا يستولي على اموال المحامين تحت اي ظرف وتحت اي عنوان. سنستخدم كل الادوات اللي ننتصر بيها للحق. ولذلك كنا حريصين ان احنا نصدر تشريع يمنح نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين سلطة تحديد الشروط والضوابط في اي وقت باسناد الاشتغال الفعلي بتقديم اي خدمة قضائية. ده اللي انقذنا في 2019 بالقانون الجديد اللي احنا عملناه علشان ندافع عن انجازاتكم علشان نتجاوز الضغوط اللي بتتعمل علينا علشان اسقاط نقابة المحامين. المطلوب ان نقابة المحامين تسقط، لكن نقابة المحامين مش هتسقط. انما في بعض المحامين بيروا ان قضية اسقاط سامح عاشور لديهم اهم من سقوط نقابة المحامين واهم من جداول نقابة المحامين. وانا اقول لهم انتم واهمون. سامح عاشور هينتهي في يوم من الايام، كلنا هننتهي في يوم من الايام، وهتبقى المحاماة وهتبقى نقابة المحامين وهيبقى شرف المحاماة بيكم. إذا أنتوا فرطتوا في هذا الشرف اليوم مش من حقكم تتكلموا أمام أبنائكم عمن قدمتموه. أنتوا لازم تدافعوا عن شرف المحاماة والمحامين. النهاردة المعركة الحقيقية اللي موجودة الآن في شارع الانتخابات بين فريقين. فريق بيرى أنه لازم يمكن التعليم المفتوح من جداول نقابة المحامين ويمكن غير المشتغلين من اموال نقابه المحامين بس بوسائل مختلفه. فواحد يقول لك ايه؟ احنا لازم نطبق الاحكام القضائيه. طيب ماشي. في 250 الف ولا 300 الف هنوزع عشان احنا ديمقراطيين، هنوزع الملفات على اعضاء مجلس النقابه. يعني ايه؟ يعني كل عضو مجلس النقابه يرجع اللي هو عايزه؟
من غير المشتغلين، ومش في قواعد، ومش في ضوابط، هو مش في قانون بتكلموا عنه؟ طب ما القانون اتعدل، والقانون وضع ضوابط، وقال النقابه بتضع الضوابط، وقال النقابه بتربط الاشتغال بتقديم الخدمه النقابيه. عايزين تفرطوا ليه؟ عايزين تبيعوا نقابه المحامين ليه؟ طمعا في اصوات حد، طمعا في من يرى انه اضير من قرارات التنقيه، تنقيه جداول نقابه المحامين. ده طمع بخس، ده طمع رخيص، في اصوات رخيصه تريد الانتقام او التشفي. لكن في النهايه احنا مش هنسيب نقابه المحامين لحد يخطفها، ولا لحد يضيعها، ولا يبدد اموالها لصالح غير المشتغلين. احنا نتعبنا علشان نضع هذا الامر امام حضراتكم، علشان نصل لما وصلنا اليه الان من انجاز. احنا وصلنا لاكبر انجاز في موارد نقابه المحامين. احنا النهارده عندنا اكبر احتياطي في تاريخ نقابه المحامين، عندنا 650 مليون جنيه احتياطي نقدي موجود في البنوك بيجيب فوائد وعوائد لصالح المحامين. عندنا انشاءات وابنيه في كل مكان في مصر، مش متوقفين لغايه دلوقتي رغم ان احنا عندنا احتياط. عندنا اعلى معاش مقدم في كل النقابات النقابيه المهنيه، وايضا اعلى معاش في الدوله، اعلى معاش في الدوله 3000 جنيه اللي احنا وصلنا له. لكن ده معناه ان احنا وصلنا للحد الاقصى اللي احنا عايزينه؟ لا، مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا بنقول هذه بدايه زياده المعاشات، البدايه ب 3000، وباذن الله سوف ترتفع الى ما لا نهايه طالما قدرنا نحافظ على مواردنا. ليه احنا حافظنا على مواردنا؟ ازاي حافظنا عليها؟ حافظنا عليها بترشيد الانفاق، اللي بيتكلموا عن الاسراف وبيتكلموا عن مش عارف ايه، لا، بترشيد الانفاق. اتنين ان احنا قدرنا نضبط مدخولات نقابه المحامين، رجعنا تاني رسوم التصديق على العقود لصالح النقابه. اتنين احنا قدرنا نضبط الدمغه. ثلاثة، اتعاب المحاماه بالتعديل الجديد انها تدفع مقدما وتورد يوم بيوم يوم بيوم وساعه بساعه لصالح صندوق المعاشات والرعايه الاجتماعيه. النهارده بيجي لنقابه المحامين رصيد اتعاب المحاماه التي تدفع مقدما. لاول مره دخلت اتعاب المحاماه صندوق النقابه دون عناء البحث عليها في اي مكان حول نقابه المحامين. احنا كنا بنجري ورا وزاره العدل، وما زلنا بنجري وراها فيما هو متاخر. احنا عندنا لسه فلوس متاخره على وزاره العدل، مش هنسيبها، هناخدها وهنستعيدها وهندخلها صندوق نقابه المحامين. لكن من القانون الجديد بالبروتوكول الجديد اصبحت اتعاب المحاماه بتورد اليوم يوم بيوم لصالح نقابه المحامين. هذه الميزه لم تكن موجوده على الاطلاق قبل ذلك. النهارده مواردنا اصبحت في مكانها الطبيعي، نوظفها بالشكل الذي يحقق اكبر قدر من المصلحه لصالح المحامين المشتغلين، مش المحامين غير المشتغلين. احنا النهارده بنعاقب على ما انجزناه من انجازات، بنعاقب. يعني اتعاب المحاماه التي تدفع مقدما، احنا النهارده يقول لك خلانا ندفع اتعاب المحاماه. يعني ايه خلاك تدفع اتعاب؟ ما انت لازم تدفع اتعاب المحاماه. هو في محامي يدفع اتعاب صندوق القضاه وما يدفعش اتعاب المحاماه؟ في محامي يستطعم انه يسدد صندوق القضاه مقدما والرسوم النسبيه مقدما وتبقى صعب عليه انه يدفع اتعاب المحاماه مقدما لصالح صندوق المعاشات بتاعه؟ ما اعتقدش ان في محامي مشتغل ممكن دي تبقى قضيته. لكن هم ارادوا ان هم يشوهوا الاذهان بافكار غير صحيحه، بالظبط زي القيمه المضافه. لما قالوا القيمه المضافه سلمنا للضرائب في القيمه المضافه. اخوانا، هو في حد يقدر يمنع قانون الضرائب من انه يطلع؟ طب ما قانون الضريبه العامه موجود، اشمعنى احنا ما بتحاسبوناش عليه ليه؟ لما طلع قانون القيمه المضافه احنا عملنا فيه ايه؟ احنا عطلناه 8 شهور، نقابه المحامين عطلته 8 شهور. ارجعوا للتاريخ. احنا عملنا مؤتمر صحفي في نقابه المحامين، جبنا كل النقابات المهنيه وقلنا القانون ده احنا بنرفضه وشايفينه جائر وبيحولنا الى جباه لمصلحه الضرائب، وامتنعنا عن تنفيذه. عطل رئيس مجلس النواب اصدار اللائحه لغايه ما قعدنا مع بتوع الضرائب وتفهمنا. فهمنا على ايه؟ على بروتوكول.
احنا عندنا في القانون ده في ثلاث محطات للحبس، قانون القيمة المضافة. اذا ما عملتش تقرير اقرار شهري تتحبس، اذا ما سجلتش نفسك في سجل القيمة المضافة تتحبس، اذا ما دفعتش 10% من اجمالي دخلك المهني تتحبس. دول ثلاث محطات للحبس. احنا عملنا ايه؟ عملنا بروتوكول، قلنا لا مفيش حاجه اسمها 10%، في قيمه محدده جزافا 20 و40 و60 وربطناها عند قيد الدعوه، فتبرأ ذمه المحامي من القيمه المضافه. لحد يقدر يقول لك ال 20 دي مش 10% ولا يطلب زيادتها ولا مضاعفتها. هو في 20 جنيه تساوى انت بتاخد 200 جنيه في القضيه؟ لا، لكن احنا حطينا القيمه دي لصالح المحامين علشان نبرئ ذمة المحامي من دين ال 10%، فأصبح المحامي متحررا من انه يدفع ال 10%. اثنين، بسدادك الأتعاب يوم عند قيد الدعوة برأت ذمتك من تقديم الإقرار، لأنك مسجل، لأنك بتدفع، خلاص أنت بتدفع وبتاخد إيصال، فالإيصال معاك، فما فيش. طب تعالوا حضراتكم، مش القانون ده بقاله 3 سنين وبيطبق على الناس كلها؟ حد محامي من حضراتكم أو سمعته في أي مكان في مصر قدم للمحاكمة في أي من هذه الجرائم الثلاثة؟ لا، مفيش. ليه؟ لأنه في بروتوكول بيحميه. إذا نقابة المحامين استطاعت أن تدفع ضررا عن المحامين بإبرام هذا البروتوكول، مش سلمت المحامين. اثنين، نقابة المحامين طعنة أمام المحكمة الدستورية على هذا القانون، وإحنا في انتظار حكم المحكمة. إذا المحكمة حكمت خير وبركة وانتهى الموضوع وكفى الله المؤمنين القتال، لكن افرض ما حكمتش، لازم نبحث عن حلول لصالح المحامين علشان ما بتتركهمش يكونوا نهبا لما يمكن ان تقوم به مصلحه الضرائب. هو وزير الضرائب، وزير الماليه، مش كان اصدر قرار بتغيير قيمه ما يخصم تحت حساب ضريبه الدخل عند قيد الدعوه؟ تذكروا حضراتكم كنا في اجازه عيد، في عيد قبل الوقفه بيوم، طلع قرار وزاري نشر في الجريده الرسميه، قال لك المحامي النقض يدفع 200 جنيه والمحامي الاستئناف يدفع 100 جنيه والمحامي البدائي. المحامين هاجت، وانتم تذكروا هذا الامر، عقب انتهاء اجازه العيد كنا مع وزير الماليه عدل قرار الوزاري واعاد نشره بالتعديل الجديد وحط القيمه اللي احنا طلبناها لصالح المحاماه ولصالح المحامين. فين دول؟ كانوا فين؟ بشخصهم، برموزهم، بقياداتهم، بفهمهم عندما وضعت مثل هذه القرارات. احنا انتصرنا لصالح المحامين، احنا بنباهي بما قدمناه للمحامين لحساب المحامين، ونقول ان ذلك قليل من كثير. قليل، احنا لسه ما قدمناش ما هو اكثر، لان احنا نطمع في ان نقدم الاكثر ونقدم المزيد. ما اكتفيناش بهذه المحطة، انما دخلنا على محطة الحصانة. مش بس لما كنا عدلنا، اضفنا نصوص دستوريه وحطينا المحاماه فصل في الدستور، في فصل اسمه الفصل السادس، اسم المحاماه في الدستور. ده فخر لحضراتكم وفخر للمحاماه ان نكون مؤسسه دستوريه منصوص عليها في الدستور، فخر لينا وفخر للمحاماه وفخر للمجتمع ان الناس تقول بالدستور مش بقانون المحاماه بس، ان المحاماه مهنه حره تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. احنا فخر للمجتمع وللمحاماة ايضا انه يذكر انه كفالة حق الدفاع اللي منصوص عليها في الدستور مضمونة باستقلال المحاماة وعزة المحاماة. لما نضع هذه النصوص، لما المادة 198 تتكلم عن حماية المحامي اثناء المرافعة فيما هو ما تضمنه القانون اللي احنا وضعناه في 2008، وامتداد هذه الحماية، حماية المحامي أمام جهات التحقيق وأمام جهات الاستدلال. القانون الجديد اللي احنا أصدرناه في 2019 نص على امتداد الحمايات اللي موجودة للمحامي أمام جهات التحقيق وأمام جهات الاستدلال. ده احنا مش كده وبس، ده احنا دخلنا على ما يتعرض ليه المحامي في غير حالات التلبس في أقسام الشرطة أو النيابة، عندما يتعرض لبلاغ كيدي من خصم موكله في انه شريك لموكله فيما ارتكب او فيما فعل،
فكان المحامي بيقدم للمحاكمة مع باقي المتهمين، كان يتحول من محامي إلى متهم. اركن بقى على جنب، انت لسه هتتعرض على النيابة. احنا لغينا ده بالدستور بالقانون، قانون جديد اللي بيقول لا، لما يوجه إليه اتهام تحرر مذكرة وتروح للمحامي العام الأول للاستئناف، مش لرئيس النيابة ولا وكيل النيابة ولا مدير النيابة ولا المحامي العام. المحامي العام الأول للاستئناف ليه؟ علشان ما يبقاش لحد سلطة على احتجاز المحامي أو حبسه قبل أن تنظر أمام قاضي أعلى في النيابة وهو المحامي العام الأول للاستئناف. دي حماية دستورية احنا حطيناها في قانون المحاماة لم تكن موجودة. الحماية الأعز اللي احنا وضعناها اللي أنا قلتها في بداية كلامي، وهي أن نقابة المحامين أصبحت سيدة جدولها. سيدة جدولها هي اللي بتحدد شروط القبول في نقابة المحامين، وهي كمان اللي بتحدد شروط إصدار بطاقة العضوية، ربط الخدمات النقابية بالاشتراك. ما ينفعش حد بالاشتغال الفعلي، ما ينفعش حد يبقى ما بيشتغلش ياخد كارنيه تحت اي ظرف من الظروف. انتهى او انهينا هذه المرحله. بقيت محطه اكاديميه المحاماه. اكاديميه المحاماه دي مش مبنى، دي قيمه كبرى اضيفت للمحاماه. عارفين حضراتكم انه ابتداء من 2021 هيبقى هذه الاكاديميه ملزمه لاي متقدم للانضمام لنقابه المحامين. يعني ايه ملزمه؟ يعني مش هنقبل اوراقه في النقابه الا اذا اجتاز بنجاح سنتين من الدراسه في الاكاديميه. ده معناه ايه؟ معناه انك انت هتوقف الزحف اللي على نقابه المحامين العشوائي. اثنين، انه قيمه نقابه المحامين وقدر نقابه المحامين والانضمام اليها لن يقل بل سيكون اعز من الانضمام للقضاء. انت تقدر وانت في القضاء تقدم وانت واخد جيد من ليسانس الحقوق، انما جيد عندنا في المحاماه مش هتكفي. امتياز في المحاماه مش هتكفي. لازم تدخل اكاديميه المحاماه، ولازم تاخد الدبلوم المهنيه اللي تؤهلك للانضمام لنقابه المحامين. انت تصنع قيمه، وتصنع قيمه جديده للمحاماه. انتوا بتبنوا جمهوريه ثانيه للمحاماه. بناء جديد للمحاماة، صرح جديد للمحاماة، مش مجرد عنوان ولا مجرد اسم لأكاديمية اسمها أكاديمية المحاماة. ده اللي احنا بنفتخر بيه، وده اللي احنا حريصين على تحقيقه، وحريصين على تعزيزه، وحريصين على بنائه، وحريصين على تمكينه، علشان نضيف للمحاماة. أيضا احنا دخلنا حتى على قانون الإجراءات الجنائية اللي النهاردة في البرلمان، اللي هيستفيد بما قدمناه في الدستور من أن سوف يتحول الحضور في تحقيقات النيابة ومحكمة الجنح والجنح المستأنفة ثم الجنايات إلى حضور وجوبي. مفيش قضية هتتحقق جنائية هتتحقق إلا إذا كان فيها محامي. يقع باطلا إذا التحقيق خلى من المحامي. ومش هتروح محكمة الجنح إلا بالمحامي. محكمة الجنح اللي العقوبة فيها قد تكون غرامة، برضه هيبقى حضور المحامي فيها وجوبي، ومحكمة الجنح المستأنفة وجوبي. ده معناه ايه؟ معناه ان هناك فرص للعمل الحقيقية قد تتوفر للمحامين، سواء في النيابة او في محكمة الجنح او الجنح المستأنفة، سواء بالوكالة او بالانتداب. دي ميزة لم تكن موجودة قبل ذلك، اضيفت بمقتضى الدستور اللي احنا حرصنا على ان يتضمن كفالة حق الدفاع في كل المراحل المختلفة. ايضا عندنا جديد في المادة 60 من قانون المحاماة اللي احنا بنفعلها الآن مع الاستثمار، مع هيئة الاستثمار. النهاردة مش هيبقى في شركة من شركات الأموال فيها مراقب حسابات ما فيهاش محامي متعاقد معاه كمستشار قانوني للشركة. بهذا الأمر هتبقى أمام المحامين أيضا فرص للاشتغال في مثل هذه الشركات. الناس هتدور على محامين تتعاقد معاه. احنا مش هنقدر نحدد مين هيبقى فين، لكن في النهاية سوف يتم توزيع الخدمة القانونية بالشكل المقبول، اللي في النهاية عدد المحامين هيبقى مستوفي وقادر على أداء الخدمات المختلفة اللي احنا وصلنا إليه. احنا بنتكلم على ايه؟ اللي بيتكلم على التعريض بأداء نقابة المحامين ويقول لك أصل هم دلوقتي بدأوا يرجعوا الناس تاني للقيد في نقابة المحامين ويدوهم علاج ويدوهم، لا الكلام ده مش صحيح.
اللي بيخرج او اللي سقط قيده او اللي حصل له زوال بيعمل له اعاده قيد. اعاده قيد اذا توفرت فيه الشروط طبقا للقانون. انما اللي بيشتغل في وظيفه ثانيه خلص ما عادش عندي، ما ينفعش يرجع. اللي تخلف سنه او اتنين او ثلاثه من حقه يرجع، بس مش هحسب له سنتين او ثلاثه ضمن الاشتغال، ويبدا يعد معايا باسباب بادوات اشتغال جديده علشان اقدر اديله الخدمه المختلفه. اذا انا ربطت وبجديه بين الخدمه الحقيقيه وبين الاشتغال الذي يمكن ان يؤديه المحامي. الاخر اللي بيتكلموا على المحامين اللي بتتحبس والمحامين اللي بتتحبسش، تعالوا لا نتفاهم. احنا محامين ومش هنضحك على بعض. لا يوجد في الدوله الان توجه لا في الشرطه ولا في القضاء ولا في النيابه ولا بين المحامين انه يستعدي طرف اخر عليه. يعني ما عندناش احنا توجه في انه لو شفتوا قاضي اشتموه، ما عندناش توجه بكده، وما فيش توجه في القضاء لو شفتوا محامي احبسوه، ولا في النيابه كده. لكن اللي بيدخلنا في هذه المسافه ايه؟ عدم ادراك الحقيقي لمسؤوليه كل واحد فينا. احنا مش هنقدر كنقابه ولا حتى كمجلس قضاء ولا كمجلس اعلى للشرطه ضبط سلوك الناس اللي فيها. يعني ما فيش حد يقدر يتحكم في سلوك الافراد. سلوك الافراد ده ناتج تربيه في كل فئه من فئات المجتمع فيها ناس مش متربيه. في كل فئه لا احنا مستثنين منه ولا القضاء مستثنى منه ولا الشرطه مستثنى منه. لكن في النهايه كيف نتعامل مع القضيه وكيف نوظفها وكيف ننتصر فيها؟ ما ينفعش تقول لي انت كنت فين لما محامي ضرب قاضي بالجزمه. لا ما ينفعش، دي قضيه ما ينفعش قياس عليها. لكن تيجي تقول لي فين لما كنت فين لما المحامي تم الاعتداء عليه بين احد الضباط في المحله؟ اقول لك كنا موجودين مع المحامين في المحله ووقفنا الضابط عن الشغل بقرار وزاري. واتحل التحقيق واتحبس وقدم وهيقدم لمحاكمه فيما جرى. خدنا حقنا، وكان في ثلاث ضباط حاولوا يتهجموا على المحامين في الفيس وفي صفحات التواصل الاجتماعي، وقفهم وزير الداخليه عن العمل، وقفهم احتراما للمحاماه والمحامين. ليه؟ لان احنا قدرنا نتصرف بشكل مؤسسي مش بشكل فردي، لانه ايضا احنا قدرنا نتعامل بشكل في مردود حقيقي. ما هو ايضا يا اخوانا، ما انا ما اقدرش اطالب الناس انها تحترمنا واحنا ما نحترمش حد. لا، احنا كمان لازم نبادر الناس بالاحترام، واللي يحترمنا على العين والراس، واللي يمد ايده علينا نقطعها بالاصول وبالقواعد. لكن مش بالفتونه، مش بقله الادب، مش بالتجاوز. المحاماه اخلاق. احنا بنعاني. وانتوا مش بتعانوا من صفحات الفيس والتواصل والواتساب والحاجات دي؟ المحامين اللي بتخوض في اعراض زملائهم المحامين او زميلاتهم المحاميات، في خوض الاعراض على مستوى الجمهوريه للاسف، في اسفاف في العبارات، في اسفاف وتجاوز، في قله ادب مفرطه فيما هو مقدم. مدونه السلوك اللي احنا عملناها في قانون المحاماه هنفعلها وهنطبقها، ومش هنسيب قليل الادب في جداول نقابه المحامين. مش هنسيبه. اذا كان بيحتمي بالانتخابات النهارده، الانتخابات مش هتحميه، عشان ما يستخباش وراء انه اصلا في معركه انتخابيه، يبقى انت عشان تحني ولا تسامحني تبقى انت بتنتقم من خصومك. لا خلاص يا سيدي، فاضل شهر، هستحملك شهر بس مش هسيبك بعد شهر بيوم. حجيبك قلنا. حد بيكلمني بيقول لي مش انت سبب في تقسيم اسكندريه شرق وغرب؟ مين قال؟ اخوانا، ده صدر قانون بانشاء محكمه جديده في غرب اسكندريه وشرق اسكندريه، زي ما انشئت محكمه في البحيره الثانيه شمال وجنوب، وطنطا شرق وغرب، والبنها او الاليوبيه شمال وجنوب، والجيزه شمال وجنوب، والجيزة أربع محاكم. قانون المحاماة بيقول إيه؟ بيقول تنشأ بكل محكمة ابتدائية نقابة فرعية. يعني كل محكمة ابتدائية تنشئها الوزارة أو ينشئها قرار الجمهوري، أنا لازم أعمل فيها نقابة.
ده نص القانون اللي كان موجود في قانون محاماة، وكنا داخلين على انتخابات. لو انا فتحت باب الترشح دون ان انفذ القانون هتتوقف الانتخابات. فعملنا ايه؟ تمت دعوة للنقابات المختلفة للتصويت على قرار الدمج. احنا طرحنا طلب في الجمعية العمومية للدمج، هل توافق على دمج نقابات كذا وكذا 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 وكذا؟ وافق لا وافق. جت جمعية عمومية لم يحضر فيها أزيد من 2000 واحد. الحد الأدنى لحضور الجمعية العمومية 3000 محامي. زعلوا قوي المحامين اللي كانوا عايزين يضموا. قلنا طيب أنا مستعد أدعو لجمعية عمومية تانية، واعتبر انه يعني ظروف الحضور تعثرت، فدعيت لجمعية عمومية تانية علشان النظر في دمج النقابات. محكمة طعنوا هم على قرارنا، طعنوا هم برجالهم وبأدواتهم على قراري بالدعوة الجديدة للدمج. والمحكمة حكمت بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة لإعادة الدمج. ليه؟ قال لك انه الدعوة الأولى أولا أن النصاب 3000 مش 1500، يعني احنا كان كلامنا صحيح. اثنين انه نقيب المحامين او نقابه المحامين مش من حقها تعين تعمل اعاده للجمعيه العموميه غير العاديه، لانها جمعيه غير عموميه غير عاديه. وان اراده المحامين بالانصراف عن الحضور، ده منطوق الحكم، ان اراده المحامين بالانصراف عن الحضور ده يعتبر تصويت ضد القرار، وبالتالي لابد من اعمال اثر الجلسة الأولى أو الانعقاد الأول بعدم اكتمال النصاب. فإحنا أكرهنا بما قدم من المحكمة وبالتقصير الذي حدث من المحامين. طب لما أنتوا قادرين، لما أنتوا حريصين على قرار، ما تحشدوا له، ما تحضروا الناس. وأنا هجيب الناس إزاي؟ من غير ما تيجي أو تبقى هي صاحبة إرادة في إنها تحصل أو تتواجد أو تيجي. هذا الكلام يراد به باطل، ليس حق، لكن يراد به أيضا باطل علشان تسويه الصورة النهاردة، لأن احنا في موسم انتخابات، احنا في مرحلة انتخابية. هنفضل نطلع العفاريت ونقول حصل وعمل وأساء وضيع وفقد وراحت وغير كل ده، انتوا عارفينه، انتوا محامين كبار. انا اراهن على ذكاء المحامين دائما، واقول ان المحامين بوعيهم العام فاهمين كويس الغسل من السمين، وفاهمين كويس ايه هي الإشاعة وايه هي الجمل المرسلة التي يراد بها العملية الانتخابية. احنا عشان اقول لحضراتكم فيما يتعلق بقضيتين انا اتكلمت فيهم في بورسعيد. القضية الاولى المعاش، واحد للاسف العلاج قال ايه؟ قال انه قال انت ليه بتحدد لي بسقف دخل العلاج؟ انا ليا 30000 اخدهم لاسناني، اخدهم للتحاليل، اخدهم لمش عارف ايه، انا حر. قلت له لا انت مش حر، انا ملتزم بضوابط اكتواريه للرقم اللي موجود. يعني سقف كل مرحله من مراحل العلاج لازم ما يبقاش فيه تجاوز، لو حصل تجاوز هبقى محتاج موارد اكتر. يعني مثلا قلت له حسبناها، انا عندي 200000 مشترك في العلاج محامين وأسره، لو كل واحد له 30000 بس، لا خد 50 ولا خد 60 ولا خد 150، 30000 في 200000 يبقوا كام؟ 6 مليار. 6 مليار، انا ما عنديش في خزنة النقابة 6 مليار ادفعهم كل سنة عشان اديك 30000. لو ده متاح والله ما هتأخر، لانه انا مش غاوي اتعب المحامي، بس انا ملتزم بالحدود دي، وده اللي بيحافظ على قوام، وده اللي خلانا نصرف السنه اللي فاتت 310 مليون جنيه. احنا صارفين على العلاج 310 مليون جنيه، وبنعتبر نفسنا اصرفنا، وبنعتبر نفسنا تجاوزنا وصرفنا على حالات كتيره لم تكن مشتركه، وحالات كتيره تجاوزت الحد الاقصى نتيجه ظروف واعتبارات مختلفه في مختلف انحاء الجمهوريه، مش بس في مكان واحد، كل مصر صرف عليها مثل هذا الامر نتيجه الضغوط الاجتماعيه اللي فرضت على بعض المحامين في تواجدهم في المستشفيات او توفاهم الله، وما عادش ما فيش وسيله لتفادي الامر غير دخول النقابه علشان
يعني تمكن الأسرة حتى من جثة المحامي ومن أدواته. إذن إحنا مش قصدنا نعذب الناس بالعلاج، لكن هذه الإمكانيات المادية وهذه الحساب المعاش. أنا لو أن الأمر بيدي نخلي المعاش من غير أي حاجة خالص، بس تعالوا أول نحط بعض المناطق الصحيحة، يعني نتكلم بتدقيق. أولا ضوابط المعاش مش قرار من النقابة الحالي، يعني إحنا مش أصحاب فضل فيه، ده نص قديم بيطبق من عشرات السنين، يعني مش إحنا اللي اخترعنا إنه يقدم توكيلات. ويرجعوا لكل الأحكام القضائية للمنازعات بين أصحاب المعاشات أو ورثة أصحاب المعاشات وبين النقابة عشان تكتشفوا إصرار المحكمة، إصرار القضاء على اشتراط تقديم أدلة الاشتغال. طيب إيه الحل؟ الحل أنا عندي من 2013 إحنا تثبتنا من الاشتغال من حيث ظهر لكل المحامين المقيدين الآن، من 13 وطالع لغاية النهاردة مش هيطلب من أي محامي عند خروج المعاش أن يقدم دليل اشتغال عليه، لأنه قدمها خلاص، إحنا معتمدين ده. فضل المرحلة اللي قبل 13، ودي أحيانا بيتواجه ورثة أو بيتواجه محامي. إحنا قلنا في حلول، مش ضروري توكيلات، مش ضروري توكيلات، ممكن يبقى في صحيفة الدعوة، ممكن يبقى في محاسبة ضريبية، ممكن يبقى إيصالات سداد، سدد أو ما سددتش حتى، مالناش دعوة سدد أو ما سددش، إن هو كان بيتحاسب ضريبيا من إلى، يعني ملفه الضريبي موجود مثلا، ده كان موجود من سنة 70 لغاية سنة 90، خلاص هعتمد المدة دي اشتغال، لأنه أنا عندي دليل مبدأ سجود بالكتابة إنه شغال. أجندة المكتبة هعتمدها للاشتغال، لكن لما يبقى المحامي لا عنده أجندة ولا عنده ضرائب ولا عنده صحيفة دعوة ولا عنده توكيل، صعب عليا ان انا ادفع الا لما تثبت. ليه؟ لانه مازال في جدول النقابة اللي ما جددوش، مش اللي ما جددوش، اللي ساقط خدهم وبيخدخلين على التجديد، عندهم مدد واقعه ما اشتغلوش خالص. طب انا عندي واحد جالي من احدى دول الخليج، بلاش احدد يعني، وقال لي انت ليه بتمنع عني التجديد وتطلب مني تقديم؟ طب انا عايز اطلع معاش. قلت له ماشي، عندك اشتغال؟ قال لي لا، انا بشتغل في البتاع ده بقى لي 40 سنه وعندي مكتب ومكتبي شغال مش عارف ايه. طبعا الحمد لله ربنا يزيدك. عايز ايه؟ قال لي عايز معاش. طب انت عايز معاش ليه؟ انت دفعت حاجه في مصر؟ قال لي لا. حطيت دمغه محاماه في مصر؟ قال لي لا. في اتعاب محاماه خضيت لك في مصر؟ قال لي لا. دفعت حاجة غير ال 500 جنيه وال 1000 جنيه اللي قيمتهم في ال 40 سنة ما يتجاوزش 6-7000 جنيه؟ دفعت غيرهم؟ قال لي لا. قلت له أنت عايز تشاركني أنا في المعاش ليه؟ أنا كل يوم في المحكمة بشتغل، بحط دمغة وبجيب أتعاب محاماة وبدفع رسوم، ينفع نتساوى؟ ما ينفعش نتساوى. هو ده المعيار اللي إحنا بنحطه في المعاش، نحط نتوافق نعمل حوار حوالين هذا الموضوع، وأنا بفتح الحوار فيه الى ما شاء الله في ان احنا نضمن، اضمنوا لي انه ما فيش حد يتصرف من غير المشتغلين ياخد معاش مش مستحق، لانه هياخد معاش، هياخد ده من نصيبك بكره، هياخده النهارده. فحطوا لي معيار غير اللي انا قلته. انا قلت اهو الاجنده، قلت صحيفه الدعوه، قلت المحاسبه الضريبيه، قلت التوكيل، اربع حلول. لو في حلول اخرى انا مستعد اتقبلها، بس حلول تثبت الاشتغال، مش حلول تساعد على استحقاق ناس غير مستحقه. طب ما احنا بنعاني من ان، طب ما في ناس كتيره خدت معاشات باوراق مزوره، ينفع نكتشف ان في توكيلات مزوره؟ ينفع ان في بيانات مزوره؟ ينفع ناخد شهادات مزوره؟ ينفع ناخد؟ ما ينفعش. المعركه صعبه انا عارف، وعارف ان القضيه هنا مش سهله، وان احنا تعودنا ان الكل بياخد والكل بيدي والكل بيمشي، لكن انت ما حسبتش انه اللي بياخد ده من غير حق هياخد من نصيبك بكره، يعني انت بكره ممكن ما تلاقيش الجزء اللي تاخد منك النهارده. انا خايف على ده، دي مسؤوليتي. لو وجدت وسيله اخرى من خلال حوار نقابي تعمله النقابات الفرعيه في كل المحاكم الجزئيه وتحط حلول، انا هحترمها واقول دي اراده المحامين وهنفذها.
بقي في تحقيقات المحامين في الإسكندرية. الحقيقة نادي جليم احنا واخدين وعد من القوات المسلحة من الانتاج الحربي على ان احنا هنستلمه في ابريل، في النص الثاني من ابريل، مش من اول ابريل عشان ما حدش النص الثاني من شهر ابريل. بمعنى ان احنا باذن الله باذن الله هتقدروا تفطروا في نادي المحامين بجليم في رمضان القادم ان شاء الله. على حساب انا موافق. نمرة اثنين الآن الأوان إنه يبقى لمحامين الإسكندرية نادي ومقر محترم يليق بهم. أنا موافق وببصم بالعشر. هتولي أرض مناسبة. لا مش أنا أجلات الكلام ده يا رزق. مش دلوقتي أرجوكوا، يعني أنتوا عندكم يعني النقابتين هم موجودين، اقعدوا مع بعض واختاروا الموقع المناسب، وأنا أتعهد أن يبنى على أعلى مستوى يليق بمحامين الإسكندرية اللي تحملوا البرودة وتحملوا يعني شقاء الشمس على 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 جبهتهم المختلفة. بقي موضوع من يومين أو من ثلاثة أيام كمين من القوات المسلحة أو من الشرطة ضرب. قبلهم قضاة ضربت واتقتلت، بعدهم محامين اتخطفت، وسمعنا كمان ان هم يعني والعياذ بالله نتمنى الا يكون ما سمعته صحيح. بمعنى انه في خطوره ما في هذه المنطقه بيتعرض لها كل البلد. هو اللي موجودين في سيناء دول سواء كانوا محامين او قضاة او ضباط شرطه او ضباط جيش، مش ولادنا وابنائنا. احنا لا يمكن نقابة المحامين تسكت ولا تعمل نفسها مش واخده بالها ولا انه ما فيش داعي ولا ما لا. احنا مع الدولة المصرية في مواجهة الارهاب. احنا معاها نقابة المحامين، معاها ضد الارهابيين اللي بيعتدوا على قواتنا المسلحة وشرطتنا وقضاتنا ومحامينا. قضية تانية، وانا كانت امبارح رئيس البرلمان الاوروبي أصدر بيان بيدين إلقاء القبض على واحد إيطالي في مصر والتحقيق معاه في النيابة. طب أنت عايز إيه؟ إذا اتقبض عليه وراح النيابة، أنت من حقك تقول لنا ما نودي النيابة أو ما نوديش؟ طيب هل 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 الأمر يؤخذ بهذه البساطة؟ رئيس البرلمان المصري عمل بيان وقال لرئيس البرلمان احنا بنستنكر هذا الكلام، احنا بنؤيد بيان رئيس البرلمان المصري دكتور علي عبد العال، لكن عيب انه ده يتقال في حق مصر الحقيقه. يعني هذا الاستخفاف، الناس دي يعني ما بتتوجعش الا لما بيبقى المقبوض عليه او القتيل او اي حاجه اوروبي. ده لو كلب اوروبي الدنيا بتقوم وما بتقعدش ويقوم الدنيا علينا. طب كنت فين يا رئيس البرلمان لما فلسطين كلها اتخذت؟ كنت فين يا رئيس البرلمان لما نيامار دي ذبح المسلمين؟ كنت فين يا رئيس البرلمان الاوروبي لما حدثت المذابح الفلسطينيه؟ كنت فين لما اتمنع المصلين المسلمين من انهم يدخلوا المسجد الاقصى والمسيحيين من انهم يدخلوا كنيسه القيامه؟ كنت فين يا رئيس البرلمان لما كان ترامب قاعد يتكلم على تضييع قضية فلسطين؟ كنت فين؟ كنتوا ساكتين ليه؟ انتوا ليه بتتكلموا فقط لما تبقى القضية تخصكم عندنا؟ انتوا مستضعفيننا، انتوا مستضعفين مصر ومستضعفين الأمة العربية والأمة الإسلامية. لكن احنا فاهمين كويس انه قضيانا مع هذا العدو الاستعمار جديد. اوعى تفتكروا ان الناس دي متحضرة، ولا الناس دي اصلا عندها حضارة ولا متمدينين. اللي بيتكلموا عن الحضاره والمدنيه بيبصموا لدوله دينيه صهيونيه يهوديه، وقالوا ان الدوله دي تبقى لليهود بس والمسلمين يخرجوا وتبقى لليهود بس والمسيحيين يخرجوا وتبقى لليهود بس والقدس تبقى ما يخرج منها المسلمين والمسيحيين وتبقى لليهود بس، ونقول عليهم متمدينين ونقول عليهم متحضرين ونقول عليهم عالم حر.
هذا علم عبيد يريد أن يستعبد الأمة العربية. لا ترامب هيتحكم فينا ولا الاتحاد الأوروبي هيتحكم فينا ولا إسرائيل هتتحكم فينا. علشان كده احنا بنرد دايما ان إسرائيل دي بتاعتنا. إسرائيل من النهر إلى البحر فلسطين، مش إسرائيل. من النهر إلى البحر فلسطين مش إسرائيل. القدس الشرقية والغربية لفلسطين عاصمة أبدية. مش هنترك فلسطين لصالح أي دولة صهيونية أو يهودية. لن نترك ولن نفرق. اعملوا اللي انتوا عايزينه، طبعوا، اعملوا اتفاقيات. احنا مش هنتصالح، احنا مش هنساوم، احنا مش هنسلم. فلتسقط إسرائيل ولتسقط أمريكا، ولتحيا مصر، ولتحيا نقابة المحامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.